هذا قاضي اسمه أبو ليلى في زمان المنصور في الدولة العباسية. وكان يعني من جلساء الخليفة المنصور، فهو قاضي ويجالس الخليفة وكذا. يقول من أعجب ما مر علي، هذا القاضي يتكلم، يقول من أغرب ما مر علي قصة. يقول كنت يوم جالس في مجلس القضاء ودخلوا علي امرأتان، يقول وقفوا أمامي وكل واحدة تدق الثالثة تقول تكلم أنت، لا ابدأ أنت، قول أنت. يقول فانتهرتهما وقلت ما شأنكما؟ فتكلمت إحداهما، ركز السالفة بغى تركيز شوي. فقالت يا سيدي، تكلمت إحداهما قالت يا سيدي إن هذه المرأة عمتي، قد كفلتني بعد وفاة أبواي، فكانت أمي وأبي وأحسنت إلي وربتني، ثم جاءني من أبناء عمي من خطبني فزوجتني. قال طيب. قالت ولكن بعد أن رأت من طيب معشر زوجي وبعدما رأت من أخلاقه الحسنة والجميلة طمعت فيه لابنتها، فجملت وزينت بنتها لزوجي وعرضتها له حتى رغب في الزواج منها، فأراد أن يتزوج بها. فقالت له، هذه عمتها تقول، فقالت له إن كنت تريد الزواج من ابنتي بشرط أن تجعل أمر زوجتك لي، يعني أنا اللي أطلقها وكني. تقول فما دريت وأنا جالسة في أمان الله إلا جاءتني عمتي هذه وقالت اسمعي إن زوجك